الازمه متواصله او ليه؟ الحمد لله. تو الزيت موجود في الديوان معناه، والزيت موجود في المصانع تاع تعليب الزيت النباتي المدعم، والزيت موجود قد تجار الجمله وقد معناه وعند تجار التفصيل، ولكن تذمر المواطن باقي في فقدان الماده هذه. اي خاطر هو المواطن البسيط راه يمشي للسوق للعطار ما يلقاش. لهنا معناه ندعو سلطه الاشراف على المراقبه هذه، تكثيف المراقبه ووزاره الداخليه ووزاره التجاره، وكان لازم يدخل الدفاع معناه في مراقبه وكل شيء، فهمت علي؟ خاطر الزيت متوفر 9000 طن احنا في بصدد التوزيع نتاعها وتحويلها الى قواريد، وثم 6000 طن امس بداوا معناها افراخها ومعناها ورفعها الى مصانع التكرير، ومنها الى توزيعها معناها 16000 طن مفروض تو في الشهر هذا. ما عندناش مشكله نتاع تزود الزيت النباتي المدعم. قديش احنا يلزمنا في الشهر؟ احنا في العاده في الشهر يلزمنا 15000 طن. انا 16000 في الشهر. 16000 ما ننساو الماضي وننساو التراكمات الواحد. اعطينا جديد ان شاء الله. فما تطمينات من لدن وزاره التجاره، فما كميه اخرى ب 10000 طن، معناها في حدود معناها 16000 و 10000 في حدود 26000 طن من هنا نتصورهم كافيين الى اخر سنه 2022. معناها للشهر القادم سيد عديت الكوموند في الطريق ولا نخافوا للترانزيسيون من شهر لشهر؟ احنا تو 6000 15000 هذوما باش يهزونا، 16000 هذوما باش يهزونا الى اواخر شهر نوفمبر. باهي ولا ايه؟ وفما 10000 طن بحول الله، معناها فما تطمينات من السيده وزيره التجاره كان في اطار معناها الشراءات المسبقه، وقع اقتناء في حدود 10000 طن. تم اقتناء ديجا؟ وقتاش توصل تونس هذه؟ اون برانسيب تدخل في شهر في اواخر شهر نوفمبر، بدايه تبدا حاضره معناها في ديسمبر. اي موزع. المفروض تبدا حاضره في ديسمبر للتوزيع. بيان. اما لهنا المواطن عنده دور في المراقبه، المواطن راهو ايد وحدها ما تصفقش، يلزم المواطن يكون واعي بالمسؤوليه، والتاجر التفصيل يكون واعي بالمسؤوليه في ايصال الماده هذه الى اصحابها. تري بيان. باهي دونك باش نرجعوا للسير العادي، باش نرجعوا في الويديتي نتاع التوزيع ومتاع استخدام الزيوت ان شاء الله. ما عادش نحكيوا على ازمه. احنا تو ما عندناش مشكله في توزيع الزيوت راهو. النسق العادي يبدا من بدينا احنا في النسق العادي. معناها التجار ياخذوا شنو يحبوا، تجار الجمله، ومن دورهم هم معناها اعاده توزيعها الى تجار التفصيل، ومن تجار التفصيل الى المواطنين. المهم المراقبه تو. المهم المراقبه المكثفه ولا باش يوصل المكثفة. باش يوصل للمواطن لانه هاو عندنا بالزيد معناها فائض. المفروض عندنا احنا نستحقوا 15000، عندنا 16000 طن توا موجودين وقاعدين يتوزعوا على كامل تراب الجمهوريه، فالمواطن اذا كان ما لقاش في النقطة هذه بالذات زيت راهو فما ضريبات احتكار. هذايا هذايا هوني موجود. فوالا واضح. شكرا لك. شكرا لك، يعطيك الصحة سي جمال العارف، أمين مال المجمع المهني لمهني الزيت.